النهارده خلاص الزمالك حسم صفقه احمد بالحاج لاعب اسوان. الصفقه هتبقى اعاره 6 شهور لنادي الزمالك بنيه البيع. الزمالك هيدفع مبلغ الاعاره اللي هو 4 مليون جنيه بالاضافه الى 560 الف جنيه ضريبه القيمه المضافه، وتفعيل بند البيع بعد الاعاره مقابل دفع 11 مليون و400 الف جنيه ونسبه 15% لصالح نادي اسوان في حاله اعاده البيع بعد كده. طيب كل التفاصيل دي، تفاصيل هذا الامر، مع الاستاذ ايهاب منصور عضو مجلس اداره نادي اسوان. يا فندم صباح الخير، مشرفنا ومنورنا. صباح النور يا فندم، والله اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله بخير الله يكرمك. هل خلاص حسمت صفقه احمد بالحاج لنادي الزمالك؟ والله هو يعني حاليا لغايه دلوقتي في مفاوضات بين سياده المستشار وبين نادي الزمالك. لكنها لم تحسم. يعني ممكن تحسم يعني لغايه بكره ان شاء الله، بس اللي هي ارقام يعني. شويه حاجه ماليه. مفاوضات في الارقام، في الارقام الماليه. بالظبط. ولا في طريقه الدفع يعني الاقساط؟ يعني وممكن دي برضه. ممكن طريقه الاقساط. التفاصيل بسيطة يعني. والتعاقد زي ما احنا فهمنا انه اعاره لنهايه الموسم بنيه الشراء، مظبوط؟ بالظبط. اعاره لنهايه الموسم. طيب هل كان في عروض اخرى مع نادي الزمالك ولا كان نادي الزمالك فقط اللي طلب احمد بالحاج؟ لا، كان في ناديين كبار برضه من مصر. ناديين الكبار دول منهم النادي الاهلي؟ يعني مش عايزين نذكر انديه لان احنا برضو اللي كان رسمي ومتفاوض رسمي نادي الزمالك. لكن الانديه الثانيه كان يعني بين وكلاء وكلام يعني رايح جاي، لكن ما فيش حاجه رسميه. طيب اسوان دلوقتي احمد بالحاج واحد من اهم الركائز الاساسيه في الفريق منذ بدايه الموسم، هل عندكم البديل جاهز؟ البديل هل هتضموا لعيبه خلال ال 24 ساعه اللي جايه دول ولا خلاص هتكتفوا بالقائمه الحاليه؟ لا طبعا احنا في عقدنا مع 8 لعيبه يعني الاماكن اللي كان قال عليها كابتن ايمن الرمادي وفرناها طبعا. من الاسماء مثلا عندنا احمد اشرف ومحمد حمدي نفسي من الاهلي. علاء سلامه، فاركو، بلال السيد، اتحاد، محمود فهمي، مقاولين، كيف العجوز، الجونه. وحاليا دلوقتي يعني من ساعات برضه خلص موضوع تعاقد مع حسام عرفات ومحمد المرسي من امتى. صحيح صحيح، حسام عرفات تم برضه الانتهاء منه. طيب من الحاجات المهمة جدا الفترة الماضية هي فكرة بقاء الكابتن أيمن الرمادي من عدمها، هل الكابتن أيمن الرمادي خلاص مكمل مع أسوان ومفيش أي مشاكل ولا لسه الكلام والمفاوضات؟ لا يعني الكابتن أيمن طبعا يعني لا مكمل، مفيش حاجة اسمها يعني مش مكمل يعني. هو كان كان أكتر من مرة مفيش أي اتجاه للكلام ده، بس هو كان أكتر من مرة بيزعل مثلا فترة بتاع، لكن الراجل بيستدرك الموضوع. طيب هو كان الكابتن ايمن رمادي دخل معايا قبل كده وقال ان هو كان عنده طلبات كتير من مجلس اداره النادي، هل كل الطلبات دي اتنفذت ولا لسه في طلبات ما اتنفذتش؟ لا هو صعب طبعا كل الطلبات تتنفذ في التوقيت ده يعني، لكن لا في بعضها يعني الحمد لله. لكن هي برضو كل الطلبات يعني تحت بند الماليات يعني كل الطلبات طبعا بتساوي ماليات يعني في حاجات يعني برضو، والنادي طبعا يعني مش قادر يقاوم في موضوع الماليات. طيب ايفونا سمعنا ان هو هيتم اعارته لنادي غزل المحله، هل الكلام ده صحيح؟ لا فيش حاجه زي كده خالص. ايفونا مكمل مع الفرقه عادي؟ لا هو مش مكمل مع الفرقه، هو ايفونا طبعا تقريبا تحت العلاج دلوقتي. لكن ما بينزلش ملعب طبعا، ما بينزلش تمرين. لكن موضوعه يعني لسه ما خدتش في لجنه الكوره مع المدير الفني قرار نهائي. طيب يا فندم انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وده كان كلام مهم جدا مع استاذ ايهاب منصور عضو مجلس اداره نادي اسوان.